عليكم. اليوم نعرفكم بالمشاريع الضخمة اللي راهي قيد الإنشاء وفي الجهة الغربية، خاصة بعد انطلاق مشاريع الاستراتيجية الضخمة نتاع استغلال مناجم الحديد بغار جبيلات، وكذلك مشاريع توسيع ميناء وهران، وكذلك توسيع ميناء أرزيو، والخط خطوط جديدة ما بين وهران وأرزيو إلى مستغانم. إضافة على ذلك فيه مشروع لإنتاج محول سككي ضخم بمنطقة واد ثليلات، لأنها هي منطقة محورية، يعني فيه 5 اتجاهات تنطلق من منطقة واد ثليلات باتجاه 5 اتجاهات في الجزائر. وإضافة إلى هذا سوف يكون خط جديد من واد ثليلات باتجاه معسكر، مدينة معسكر. إذن فيه إذن مشاريع ضخمة راهي منها من راهو قيد الإنجاز، ومنها ما هو مسطر. وكذلك ربط المنطقة الصناعية نتاع بطيوة بشبكة الخطوط الحديدية في الجزائر. كل هذه المشاريع سوف نستعرضها في هذا الفيديو الرائع من إنتاج الوكالة الوطنية للتسيير وإنجاز المشاريع في ميدان سكك الحديدية لانسريف. خليكم تابعوا الفيديو حول هذه المشاريع. وإذا والسلام عليكم. كبيرة تشهدها البنية التحتية للسكة الحديدية في الجزائر، ترجمتها استثمارات ضخمة ضختها الدولة من أجل توسيع وعصرنة الشبكة الوطنية، دعما للتنقل وتعزيزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في الناحية الغربية للبلاد كانت ولاية وهران في صلب هذه الاستثمارات باعتبارها عاصمة الغرب الجزائري وملتقى محورين رئيسيين من محاور البرنامج الوطني للسكة الحديدية الذي تشرف على تجسيده الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. في الشق اللوجستي كثيرا ما ارتبط اسم المنطقة الصناعية بالطيوة بالمشروع الاستثماري الضخم لتثمين واستغلال منجم غار جبيلات. بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية قررت السلطات العمومية ربطها بشبكة السكات الحديدية انطلاقا من حاسي نفسوخ وصولا إلى قلب المنطقة الصناعية والمركبات الخاصة بإنتاج الحديد على مسافة 12 كيلومتر. يتكفل بتسيير هذا الخط اللوجستيكي تجمع لمؤسسات عمومية يضم شركة منشآت السكة الحديدية أنفخاغاي، شركة تهيئة وتعبيد الطرق ستاغ، وشركة دراسات وإنجاز المنشآت الفنية للغرب صغاغ. يراقبها ويتابعها تجمع مكاتب الدراسات العمومية سيتيغاي، سيتو، وكنيكا. بعد أن عرف هذا المقطع الهام من السكة الحديدية ورشات مكثفة واستغرق تجسيده آجال وجيزة، ها قد انتهت به اليوم أشغال الإنجاز التي تضمنت أساسا أشغال حفر فاقة 200,000 متر مكعب من الأتربة، واستهلكت المنصة السفلية قرابة 800,000 متر مكعب من الأتربة والطبقة الأساسية، فضلا عن أكثر من 100,000 متر مكعب من طبقتي الرص السفلية والعلوية. المنصة الخرسانية والمعدنية التي امتدت على مسافة 17 كيلومتر. أشغال المنشآت الفنية شملت 5 وحدات من الممرات العلوية والسفلية، إضافة إلى 14 وحدة من المنشآت الهيدروليكية ووحدة للدعم والحماية. كما تجهز الخط بمحطة لنقل المسافرين والبضائع. في سياق
في تعزيز حركة النقل باستكاك الحديدية بمنطقة الشمال الغربي وتحسين نوعية الخدمات. استفادت ولاية وهران من أحد مشاريع البنية التحتية للسكات الحديدية وأولى تجارب النقل السريع بالقطارات للمسافرين والبضائع، حيث يشهد جنوب الولاية مشروع إنجاز خط السكات الحديدية عالي السرعة المزدوج والمكهرب الذي يربط وادي تليلات بتلمسان على مسافة 232 كيلومتر وبسرعة قطارات تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة. بعد أن تقدمت أشغال الإنجاز كثيرا، تدخل اليوم شركتي كومدوت وريزاني ومعها تجمع مكاتب الدراسات سايتي جيتنسا والتي بي اف المكلف بالمراقبة والمتابعة في سباق مع الزمن من أجل استكمال الأشغال في الآجال المتبقية والمقدرة بخمسة عشر شهر، خاصة وأن أشغال الإنجاز بلغت مراحل جد متقدمة، حيث فاقت أشغال تحضير المنصة السفلية نسبة 90%. أما بناء المنشآت الفنية فقد وصل مراحله الأخيرة بانتهاء أشغال بناء 47 جسر و38 وحدة من جسور الطرق، بينما انتهت أشغال حفر النفق البالغ طوله 640 متر، إضافة إلى وضع المنصة الخرسانية والمعدنية على مسافة 185 كيلومتر، فضلا عن تقدم أشغال الإشارة والاتصالات والطاقة. بغية تدارك نفاتة والتسريع في عملية الإنجاز، استعجلت الشركات الإيطالية تجهيز الورشات وبعث المشروع من جديد، حيث تتضمن الأشغال المتبقية أكثر من 900 ألف متر مكعب من أشغال الحفر والردم والطبقات المختلفة. بناء الأربعة جسور للسكة الحديدية المتبقية إضافة إلى ثلاثة جسور للطرق ستلغي تقاطع المسار مع شبكة الطرق الوطنية والولائية، إضافة إلى وضع السكة على مسافة 79 كيلومتر وإتمام أشغال الإشارة والاتصالات والكهرباء. مشروع سكة الحديد وادي تليلات تلمسان دخل خانة المشاريع الكبرى بمنشآت فنية ضخمة ومتنوعة يتقدمها النفق البالغ طوله 640 متر وجسر خاص يقطع الطريق الوطني والجسرين الفولاذيين العملاقين اللذين وصلا أعلى مستويات العلو بارتفاع وصل إلى 130 متر. على مسافة حوالي 2 كيلومتر تمتد دعائم ارتكاز جسر وادي يستر شرق تلمسان في شكل أبراج عملاقة مصنوعة من الخرسانة المسلحة، تمتد أعمدة تثبيتها إلى عمق 26 متر بقطر وصل 30 متر، مصممة بتقنية مقاومة لغضب الطبيعة. إضافة إلى إمكانية الصيانة الأوتوماتيكية بفضل السطح المجهز بأنظمة خاصة وأجهزة لاستشعار قوة الرياح وبرمجة سرعة مرور القطار حسب السرعة المسموح بها. ثاني المنشآت جسر مدخل مدينة تلمسان والبالغ طوله 650 متر وارتفاعه 130 متر، وبغرض تسيير الإنجاز وخفض التكاليف جهز المشروع بمراكز حياة وورشات خاصة للخرسانة وورشات أخرى لصناعة الروافد والقوالب وتلحيم الحديد. بوادي كيلات أيضا أين تكتسب محطة السكة الحديدية أهمية بالغة نظرا إلى موقعها المحوري.
أطلقت الوكالة رفقة السلطات الوصية أشغال تهيئة البنية التحتية لمحطة السكات الحديدية من تحسين وظيفتها في الربط بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، إضافة إلى ضمان سيادية أكبر لحركة القطارات في الاتجاهات الأربع. على بعد 8 أشهر من انتهاء الأجال التعاقدية، تقدمت نوعا ما أشغال تهيئة البنية التحتية التي تتكفل بها مؤسسة أنفخاغاي من تجهيز للورشات وتحرير النطاقات والتسطيح العام، فيما بلغت أشغال وضع السكة نسبة 30%. أجندة استثمارية ضخمة تصب جميعها في خانة توسيع وتطوير الشبكة الوطنية للسكات الحديدية، تجمع بين تعزيز حركة المسافرين من وإلى ولاية وهران عبر خطوط سريعة ومنشآت خدماتية عصرية تتيح التنقل بسرعة وأريحية. مشاريع كبرى تشرف على تجسيدها بالتخصص الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية التي تواصل بلا هوادة ثورة البناء والتشييد من أجل غد أفضل.